من المقومات أيضا المعينة على تميز إمام التراويح، وهو جانب الحقيقة ربما يكون معنوي وحسي في ذلك في نفس الوقت، ألا وهو حسن المظهر والسمت للإمام. ما علاقة هذا بهذا؟ علماء النفس يقولون أن الأداء الحسن، الأداء الحسن سواء أداء صوتي، أداء مهاري، عطاء، حديث، تدريس، تعليم، مرتبط بالحالة المزاجية للإنسان، مرتبط شيخ عبد الرحمن وليهون الإخوان بالحالة المزاجية للإنسان. فإذا كنت اليوم معصب مثلا وجئتك اليوم وقلت ما رأيك أن تقرأ لنا بتلاوة عذبة مؤثرة، وأن طول الصباح مثلا ما نمت أو حصل لك مشاكل أو إشكالية أو أنت جاي للمسجد وقع لك حادث، فلا شك أن أيضا الموضوع سيتغير. من الحالة المزاجية التي تعين الإنسان تمام حسن المظهر وحسن السمت، وهذا الحقيقة يعين على أمرين بل ربما ثلاثة. الأول على اعتدال المزاج، على اعتدال المزاج. فالإنسان كلما كان مظهره حسنا وسمته حسنا وأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، كلما اعتدل مزاجه. الأمر الثاني أن هذا المقوم من أسباب التأثير في الآخرين. ملك مصر حينما قال يعني طلب من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا لمصر، ما هي الخصلة التي رآها فيه؟ ها؟ ليس الجمال أو حسن الوجه، وإن كان حسن الوجه عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك كان مرتبطا أو كان أكثر ما دفع ملك مصر ما رآه من الظاهر على يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال إنا نراك من المحسنين، رأيناك ما تغش، ما تكذب، ما تخون، قريب من ربك، تصلح بين الناس، رجل صالح في نفسك، حسن المظهر، ليس عليه علامات الفسق أو المجون أو النفاق أو غير ذلك. المظهر يا جماعة مؤثر جدا، لكن ربما يذهب أحيانا تذهب أذهاننا إلى أن مقصدنا من حسن المظهر هو المبالغة في التجمل أو لبس النفيس من الثياب. لا لا أبدا، هذا ليس المقصود، لكن المقصود أن لا يكون الإنسان رث الثياب أو أن يكون متسخ الثياب أو لا يعتني بمظهره. وهذا هذه المشكلة تعظم متى يا جماعة؟ حينما يشعر الإنسان هذا من الدين. أبدا هذا ليس من الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تخيل أنك صليت اليوم وجاءك الإمام ولما كبر وإذ بثوبه متسخ من الخلف، واضح أنه جلس على أمر يعني لا يناسب، أو أن أحد أبنائه التصق به فاتسخت ثيابه بمأكل أو مشرب أو شيء من هذا. أحيانا لما تصلي خلف إمام ثوبه حسن ومظهره حسن، وسامحوني حتى أحيانا مركبه حسن إن استطاع، أنا أقصد بذلك أن بعض الناس أحيانا يتعمد أن لا يكون مظهره حسنا، وهذا هو الذي أعتبر أنه مخالف لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ومركبه حسن ومظهره حسن، أو كما جاء في الرواية قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. فبالعكس هذا من المقومات المعنوية أو الحسية التي تؤثر في الآخرين، مع أيضا تأكيد على عدم المبالغة في هذا.